조크런. 조크런. 알로. انت في؟ عارف خلاص ماشي جاي لك عنده. سلام سلام. أكيمو تعال وحشني وحشني ياض. وحشتني وحشتني ياض. وانت كمان. كله حلو؟ تلعب معانا؟ مش لابس جزمة كورة خالص. والنبي دول هيكسبونا ومكسرنا واحنا بنلعب ناقصين واحد. خلاص ماشي يلا تعال يا جماعة. هاتوا الكورة هاتوا الكورة يلا ده طلعت بره يا عم. يا عم طلعت بهاتيو. كام دول يا حسن؟ 10 بواكي. امتحان. أنا قلت 100 يعني 100. بقول لك إيه يابا؟ هو ده اللي عرفت أجيبه، وجبته بطلوع الروح كمان، بعد ما قلت له إن أنا مديون للناس ولازم أرجع لهم الفلوس، هتاخدهم ولا أروح أرجعهم خلاص يا حسن خلاص. الله. ياخدلك دايرة ليه؟ أنا هاخدهم منك بس عشان ما أكسفكش. ها؟ وأعتبر بقى الفلوس دي هربون محبة لحد ما تجيب الباقي. باقي إيه؟ بقول لك جبتهم بطلوع الروح وبعد ما كسبت 100 كذبة، تقول لي باقي؟ ماليش فيه يا حسن. زي ما صرفت المرة دي تتصرف تاني. أقول لك إيه يابا؟ مش عاوز تعمل حاجة لآخرتك بقى؟ افتح بالفلوس دي الواد كريم حساب بدل ما أنت قاعد مضيع فلوسك على الكوتشينة والحشيش. تدخلش في الملكش فيه حنين أبو ريبة. وما تحورش عليا. وما تشغلش دماغك عليا يا حسن، روح شغله على الناس اللي هم عشان تعرف تجيب بقية المبلغ ازاي، وإلا عليا الحرام من دراعي، هروح لهم لحد هناك وأفهمهم على الفولة كلها والحوار كله، وآخد منهم قرشين عنب. أنت بتهددني يابا؟ بعد إذنك عايزين نقابل راجل. حضراتكم مين؟ في ميعاد سابق؟ إحنا زمايلك، عمال من المصنع.
هو الحقيقة مفيش ميعاد، بس احنا كنا جايين لحضرته في موضوع مهم ما يتأجلش. حسك معانا الله يكرمك. للأسف بس مش هينفع تقابله راجي بيه من غير ميعاد، ده سيستم أنا مش هقدر أخالفه. بقولك إيه؟ لا سيستم ولا يحزنون، احنا مش هنمشي من هنا غير لما نشوفه. ارفعي السماعة عليه وبلغيه بس إن احنا عايزين نقابله. بالراحة يا حامد، دي بردك عبد المأمور. طيب ممكن تستريحوا وأنا هكلمهم في السكرتارية. مدام بسمة، في اتنين عمال من المصنع اسمهم حامد وبدير. حامد وبدير طالبين يقابلوا راجي بيه. تمام، حاضر. للأسف مش هينفع تقابلوا راجي بيه من غير ميعاد. طيب ممكن نقابل بنته؟ للأسف أنسة لينا ما جاتش النهارده. عاملة ايه النهاردة؟ الحمد لله يا حبيبي يا احسن. ايه غريبة جيت من الجامعة بدري؟ انا ما رحتش الجامعة النهاردة، كنت مشوار علي. ايه؟ مشوار علي ليه؟ ما انا عايز اعرف بيعمل ايه من ورانا يا ليلى. تاني يا مروان، انت ما بتيأسش؟ ولقيت ايه بقى؟ مفيش، كان واقف مع الولد اللي حكى عنه قبل كده ده، كريم. وعلي حس بيك؟ لا. كويس، علي لو كان خباله ان انت مشيت وراه كان اتضايق منك جدا. انتي مش متخيلة علاقته عاملة ازاي بخو الصغير. لا متخيلة، بحس دايما لما بيتكلم عليه. حرام، اكيد نفسهم يبقوا مع بعض قوي. تفتكر انا وعلي ممكن في يوم من الايام نبقى اخوات بجد؟ يعني لما اقع في مشكلة احس ان انا مش لوحدي ومطمن وكده. بص يا مروان، علي من ساعة ما جه هو بيحاول من ناحيته، انت كمان لازم تحاول تقرب منه. ما هو الموضوع مش بالبساطة دي لينا برضو يعني. لا بقى، انا ماشي، باي باي. هاي علي. ايه افتح؟ لا لسه والله، هم خطوتين بس. خطوتين؟ احنا بقالنا كتير قوي انت بتقولي خطوتين، اوعى تلبسني في حيط. لا لا خلاص خلاص، احنا وصلنا. افتح؟ افتحين. ايه القعدة الحلوة دي؟ انت اللي عاملها بنفسك؟ اه والله برافو عليك، انا ما تخيلتش ان انت فنان كده. طب دي حاجة حلوة قوي، على كده بقى انا ممكن استغلك ونعمل بيزنس مع بعض. لا بيزنس ايه، مش للدرجه، انا بس لما ببقى فاضي بحب اسلي وقتي بحاجه زي كده. ده حلو قوي. طب تعال اقعد جنبي. عارف يا علي، من يوم ما رجعت وانا نفسي اعوضك الحب والحنان اللي احنا الاثنين اتحرمنا منه السنين اللي فاتت. حبيبتي انت ما قصرتيش معايا في اي حاجه، بالعكس ده اللي حسيته معاك يمكن ما حسيتوش من ساعه ماما الله يرحمها ماتت. علي أنا بس اللي أمك. مؤاخذة، أنا على طول كده مدب ودبش في كلامي. أنا آسف والله، ما كانش قصدي اللي حضرتك فهمتيه. كنت بتحبها؟ كانت ست طيبة الله يرحمها. ما بقتش عارفة أحبها عشان ربيتك وطلعتك راجل، ولا أكرهها عشان في الوقت اللي هي كانت واخداك في حضنها انا اتحرمت منك. لا ده ولا ده، هي خلاص ماتت فما يبصش عليها اي حاجه غير الرحمه. الله يرحمها. الله يرحمها. في ايه؟ دي الحقيقه. بصي ايه بقى، ياخدوا ليلى وفايزه معاهم وانا لا؟ He's driving me crazy. بجد مفيش اي حاجه نافعه معايا. لا انت اتهبلتي، ليلى وفايزه مين اللي انت بتتكلمي عليهم دول؟ دول واخدينهم معاهم عشان يخدموهم. وبعدين احمدي ربنا بقى ان احنا ما رحناش. الهام قالت لي ان لينا وقعت في الميه وكانت هتغرق. وانت عارفه انا ما بستحملش الحاجات دي. غريبه يعني، طب هي ما قالتليش ليه؟ طب اهي فرصه. كلميها بقى واطمني عليها
وبالمرة جرجريها في الكلام عن مروان. أيا لولو يا حبيبتي، إيه اللي حصل؟ لا والله أنا لسه عارفة من مامي دلوقتي، أنت ما كتبتيش على الفيسبوك ليه؟ طب مروان عامل إيه؟ أنا أصلاً اللي مش عايزة أكلمه، أصلاً مروان مش في دماغي، أنا بكلمك عشان أطمن عليك أنت. طب لولو بقولك إيه؟ ممكن لو شفتي مروان ما تقولوش أي حاجة يعني عشان أنا مش عايزة مشاكل. أوكي يا حبيبتي؟ أنا هبقى أجيلك البيت وأطمن عليكي. ماشي أوكي. ماشي يا حبيبتي، يلا باي باي. باي باي. ايه علي سنة عشان تفتح؟ انا اسف والله ما كنتش سامع. اتفضلي ادخلي. علي انت ليه على طول قاعد هنا لوحدك؟ ما تبقى تيجي تقعد معانا فوق. كنت بسمع اغاني بقى فكنت عايز اقعد لوحدي. بس بتسمع ايه المره دي؟ اسمعي. الصوت واطي قوي. كنت بتفرج على صور الرحلة، كانت رحلة جميلة. كانت حلوة. أنا هعمل لنفسي حاجة أشربها، مش عايز تشرب أي حاجة؟ لا ميرسي. خالص؟ هو مش إحنا كنا متفقين مع بعض إن إحنا نسمع بعض الأغاني اللي بنحبها؟ أنا سمعتك يجي 2 جيجا أغاني لحد دلوقتي وأنت ما سمعتنيش أي حاجة خالص. ما أنا مش عارفة يا علي أسمعك إنجلش ولا عربي ولا إيه بالظبط؟ عربي طبعًا. يعني لو ينفع يعني. أقول لك على حاجة حلوة قوي. سمعيني اكتر اغنيه معلقه معاكي الفتره دي. حلو ده. ايه يا علي كمل بليز. لا ما هي بتيجي مرة واحدة بقى. بس حلوة الأغنية على فكرة، يبقى ابعتيها لي على الواتس. طب اتفقنا. طب بص بليز كمل وأنا هخبي وشي. والله ما ينفع، لازم يكون في ناس كتير وزيطة وبتاع. طيب بص احنا ممكن أخدك نروح حفلة للباندا، إيه رأيك؟ ماشي. وممكن كمان ناخد داليا معانا، دي هتفرح قوي إنك موجود. تفرح ليه يعني؟ الظهر والله أعلم يعني إنها معجبة بيك. إيه رأيك؟ يا مزة بس مش سكتي. ليه علي؟ أنت ممكن تجرب يعني، حاول تقربوا من بعض. لا أصل هي خطفاية، يا تخطفني في الأول يا ما تخطفنيش. بس ده صراحة يعني حصليش مع داليا خالص. ازاي؟ غريبة قوي. لا غريبة ولا حاجة، هو كده زي ما بقولك. انا احب البت الصعبة اللي هو اتعب لها كده عشان اعرف اقولها ان انا بحبها، مش العكس. لينا وانت عايزة ايه؟ عايزة ايه تشربيه يعني؟ لا ولا حاجة. رحت اشوفك في اوضتك ما لقيتكيش، قلت يبقى اكيد انت مع علي. انا فعلا بقالي هنا حبه. ايه بقى مش ناوي تقعد في اوضتك ولا هتفضل قاعد هنا؟ صح يا علي، مش كفايه دلع بقى ده كله لسه ما خدتش علينا ولا على المكان. ما اصل انا اصل ايه يا ابني حبيبي؟ انت ليه محسسني ان انت عمال تدور على حجه عشان تفضل قاعد هنا؟ ليه مش عايز تبقى في وسطينا؟ والله خالص، بس هي الفكره بس ان انا برتاح اكتر وانا هنا. لما بطلع فوق بحس ان الاوضه بتاعت اطفال قوي. بس كده؟ بكره الصبح اكلم لك مهندس الديكور يجي يشقلب لك الاوضه زي ما انت عايز. ها قلت ايه؟ انا عندي فكره احلى يا ماما. ايه؟
بما ان علي شاطر في حاجات البياض والنجاره، ليه مش هو اللي يعمل الديكور بتاع اوضته بنفسه؟ والله انا ما عنديش مانع. تمام. ايه ده، انت لسه صاحيه؟ ربنا يسامحك يا ناهد. يا بنتي حرام عليك اللي بتعمليه فيا كل مره، ده خضه كمان وقلبها هيقف بسببك. ده لو في فيلم رعب مش هيحصل لي كده. وانا مالي، انت قلبك خفيف، بتعملي ايه في نص الليل؟ مالكيش دعوه. دي صور الرحله؟ طب والنبي وريني، وريني والنبي. لا لا هشوف، خديني في ريحه كده. يا خرابي على عسل. مدام اللي هندي هتفضل طول عمرها مزه كده. هي لينا مال شعرها؟ هي قصته ولا في حاجه مش باينه في الصوره ولا ايه؟ لا عادي، ماله شعرها. ايوه الحاج دياب الكبير، برنس برنس في نفسه الراجل ده والله. مش فاهمه ليه ما روحلوش واقول له ينتج لي فيديو كليب كده شعب فرنجي واتشهر بقى، والنعمه هيكسب ده. ايه ده، استني استني. طب انا عارفه كل العيله، مين بقى الشخص ده؟ ده علي اللي كان تاهي عين امه. ايوه هو ده اللي كان تاهي عين امه. بس يعني الصراحه شكله مش قد كده. لا اخس عليك يا ناهد، ما تقوليش كده. ده عسل وطيب جدا وعلى طبيعته، تحسيه واحد مننا كده تلقائي، وما بيفكرش في الكلام قبل ما بيقوله. هي باينها غبست ولا ايه؟ هي ايه دي؟ الصناره. ايه اللي انت بتقوليه ده، انت هبله؟ الله، مش تقولي عليه عسل وطيب؟ دي فرصتك يا عبيط. هو مرتبط؟ انا ايش عرفني؟ وبعدين انا مالي اصلا؟ بقولك انت شكلك لسه نايمه وبتخرفي. الله، دي فرصتك يا بت، اتجوزيه وشدينا بقى فوق الهاي كلاس. قومي يا نادي، لا سريرك. قومي يا نادي تخلي. بس ما تزقيش. الله انا غلطانه، انا عايزه مصلحتك اصلا. طب يلا. انا الحقيقه مش عارفه ازاي هقدر اتعود على التغيير ده. انا والله لو اعرف انام على السرير اللي كان موجود هنا كنت نمت عليه، بس صغير قوي. لا يا حبيبي ولا يهمك، مش مهم خالص السرير ولا الاوضه، المهم ان انت معانا. طب لو كان كده بقى، ممكن حضرتك تسيبيني اتصرف في الاوضه زي ما انا عايز؟ اتصرف. ماشي. عم رضا جاب البون عشان البياض. تسلم عم رضا. تأمرني بحاجه تانية؟ خد في ايدك بس السرير ده وانت نازل. النبي عم رضا. حاضر يا علي بيه. استنى يا عم رضا، انا هساعدك وانت نازل. طيب انا لازم انزل السنتر، لو قلت حاجه كلمني. حاضر. صباح الخير. صباح النور. ياه اخيرا المقام هيتهد. طب ايه، جبتوا فتوى من الشيخ علي؟ مروان. خلاص بيه، لما انت عارفه انا بهزر، يعني عارفه انا بحب الهزار. هزارك بايخ. طيب عشان اكفر عن كل ذنوبي انا هساعد الشيخ علي. قصدي علي. قوي قوي يا عم. اتفضل. اتفضل. بس خلي بالك انا في الشغل ما بهزرش. وانا ما بهزرش خالص. هو انت خلاص قررت هتقعد في الاوضه دي بعد ما تخلصها؟ مش عارف والله مروان. وانت جاي تساعدني ولا تتفرج عليا؟ لا والله جاي اساعدك، بس انا مستغرب، هو انت هتبيض الاوضه بنفسك؟ اه، ما انا اشتغلت شويه في النقاش. ساره عايزاكي تعملي لي بوكيه ابيض وموف وسمون. تمام. بس توصي. حاضر. بحب اتفرج عليكي وانت بتعتني بالزرع. ازيك يا باشمهندس؟ تمام تمام كله تمام. انا محضر لك مفاجاه، ممكن تيجي معايا المكتب بتاعك؟ مفاجاه في مكتبي انا؟ والله طيب اتفضل. يلا بينا. ايه ده؟ ده ساوند سيستم. ايوه، وساوند سيستم جامد جدا على فكره. انا كنت اشتريته للبيت عندنا قبل ما مراتي تتوفى الله يرحمها. الله يرحمها. واو. اصل بيني وبينك كنت قريت زمان
انك لما بتشغلي مزيكا للزرع، الزرع كده بينعنش وبيكبر بسرعه. انا فعلا كنت قريت عن الموضوع ده، بس انا الحقيقه مستغربه ان واحد زيك ملوش في الزرع يقرا ويهتم بالزرع. على فكره انا بتبسط جدا لما بلاقي حاجات مشتركه ما بيننا. انا متشكره قوي على الوقت اللي انت وفرته لي وعلى خطوه كنت باجلها من زمان. طيب عشان ما يحصلش في تاجيل تاني بقى، الساوند سيستم ده لازم يركب على طول، ولو محتاجه مساعدتي انا طبعا موجود. انا على فكره ببقى حابب قوي اعمل اي حاجه للجاردن سنتر. انا مش عارفه ارد لك جمالك دي ازاي، يعني هديه زي دي وقبل كده جبت لنا شغل كتير ده يا باشمهندس. لا اوعي تقولي كده، مفيش الكلام ده ما بيننا. وبعدين بصراحة يعني أنا ما بعتبرش نفسي مجرد زبون عندكم. هو أنت مش معتبر أنا أصدقاء ولا إيه؟ ده شيء يسعدني. طيب أستأذن أنا بقى، يلا أشوفك إن شاء الله. باي باي. تسعين مرة نتصل عليهم ولا عارفين ناخد منهم عقاد نافع. هو في ايه؟ ده احنا لو بنطلب مقابلة رئيس الوزراء كان زماننا قابلناه. اهدى يا حامد، خد اشرب شوية الشاي وتعال اقعد. قول لي يا بدير، خدت من الدكتور فوزي الاشاعات والتحاليل ولا لسه؟ الدكتور فوزي مشي ومسك مكانه دكتور جديد. لا وجيت اساله على الاشاعات عمل فيها من بنها، وقال انه ما يعرفش حاجة وانه مسؤوليته بتبتدي من يوم ما اتعين في الشركة، واي حاجه بقى تخص الدكتور فوزي يتسال عنها الدكتور فوزي. والدكتور فوزي فص ملح وداب، لا حد يعرف له عنوان ولا حتى مكان عياده، ده حتى ما عتبش المصنع عشان يلم حاجته. لا الموضوع كده ما يطمنش، ده كده بيشقطوكوا لبعض ومش هتاخدوا منهم لا حق ولا باطل. انا قلت كده لبدير، قال لي خلي نيتك سالكه اكيد مش مترتبه. دي مترتبه ومترتبه ونص كمان. طب واحنا في ايدينا ايه بس نعمله يا اسطى عادل؟ في ايدينا كتير، ما تستقلش بينا يا اسطى بدير. احنا ناس بيجيبوا اكل عيشهم بدراعهم، يبقى حقنا هنجيبه بايه؟ تفكر فيها يا عم عادل. على فين كده؟ عايزين نقابل راجي بيه. روح يا عم انت، وقفوش مقابلات. مروح ده ايه؟ احنا عمال المصنع ومش متعتعين من هنا الا لما نقابله، مش كده يا رجاله؟ ايوه كده. تعالى يا معلم. المصنع واقفين هنا يا فندم، عايزين يدخلوا الشركة نعمل معاهم ايه يا فندم؟ يلا بينا بسرعة اتأخرنا. هو ايه الصوت اللي بره ده؟ مش عارف ايه. في ايه؟ عايزين نقابل راجي بيه والأمن منعنا من الدخول. بتقابلوه ليه؟ علشان حقوقنا. يلا لينا. حقوقكم اللي هي ايه؟ أنا خلاص قالوا لي في المستشفى اني هموت، السرطان اتمكن مني. انا كل اللي عايزه تعبي وشقايا طول السنين في المصنع ده، يعني معاش محترم يصرف على عيالي لحد ما يكملوا تعليمهم. وانا كمان عندي المرض الوحش،
اتصبت بيه هنا زي عمال كتير من شغلهم في المصنع، والبهوات اللي ماسكين الشركة مش عايزين يدفعوا حق العلاج. لينا يلا نتأخر. طب أنا أقدر أساعدكم إزاي؟ إحنا مش عايزين منك مساعدة يا ست، إحنا عايزين نقابل راجي بيه أو محمود بيه. أنا بنت راجي. أيوه أنا شفتها، هي دي بنته. قصفت عمر أبويا وعايزين تقصفوا عمرنا إحنا كمان. إحنا مش طالبين غير حقوقنا. كلمنا أبوك ينزل يتفاهم معانا. هنعمل ايه؟ مفيش حاجة، ما تقلقوش، فريق هيتصرف معاه. يا مستر راجي، مستر راجي، العمال كانوا هيتهجموا على لينا. لينا؟ هي فين؟ حصلها حاجة؟ لا الحمد لله ما حصلش حاجة، ركبتها العربية، رامز خدها وصلها البيت. الحمد لله. شكرا يا مالك. هما ممكن يعملوا فينا حاجة؟ ممكن فعلا يتهجموا علينا؟ طبعا مفيش حاجة من دي هتحصل، دول في الآخر عمال مش بلطجية. وأكيد طبعاً رابي وفريد كان في حساباتهم إن ده ممكن يحصل في يوم من الأيام، فأكيد عندهم خطة بديلة، ما تقلقش. ألو، أيوة مستر محمود، الحقنا. أنت تعرف إن أنا عمري ما كنت أتخيل إن أشوف الأوضة فاضية بالمنظر ده؟ ده لسه كمان لما تخلص بياض تبقى حلوة قوي. خلص كمان واعمل بقى كام رف خشب بدل القدام، الاوضه هتبقى في حته تانية خالص. ايه ده؟ وانت يا ابني بتبيض ولا بتعمل نجاره ولا بتعمل ايه بالظبط؟ انا اشتغلت كل حاجه مروان، كل حاجه ممكن تتخيلها اشتغلتها. اشتغلت صبي نقاش، واشتغلت شويه كده مع واحد جارنا كان سباك، بس ما حبيتش الشغلانه خالص. طلعتها وحشه قوي. وايه تاني؟ اشتغلت شويه في الكهرباء، بس اكتر بقى شغلانه حبيتها يعني كانت النجاره. دي الشغلانه الوحيده اللي عمرت فيها، بس حظي الاسود ان انا اول راجل اشتغلت معاه كان راجل سوء، كان حرامي، فكان فاكر كل اللي حواليه حراميه. مره ابن الكلب سرقني في 50 جنيه، بس خلي بالك ده ساعتها كان مبلغ، انا كانت ساعتها يوميتي 10 جنيه. كان راسه 1000 جزمه ان هو يشغلني بالفلوس دي وبعد كده يطردني. شفت الظلم؟ وبعدين ولا قبلي اضطريت اشتغل بالفلوس دي وبعد كده امشي، بس الحمد لله ربنا كرمني بعدها بلوستة محمد. ده بلوستة محمد ده راجل نوارة مروان، هو ده اللي واقف جنبي وعلمني وكبرني، الله يكرمه يا رب. انت اتبهدلت قوي يا علي. يا عمي ومين فينا ما اتبهدلش. فايزة تعالي على اوضتي حالا. لينا تعالي اتفرجي على الاوضه. مروان العمال كلهم متجمعين عند المصنع، واحد فيهم هجاب عليا. انا مش فاهمه فيه ايه اصلا. تعالي تعالي اقعدي. خير مالك؟ زلي بس يا فايزه هاتي لها كوبايه ماء لحد ما تهدى شويه. اهدي اهدي بس. في ايه؟ اهدي، كل حاجه هتبقى تمام. فريد باشا اهو يا رجاله، فريد باشا اهو. لو المظاهرة ما اتفضتش هدي أوامري بالتعامل، وانتم أحرار. ها، نفضها بالذوق ولا نخليها بالعافية؟ كلب الحراسة اهو، كلب الحراسة اهو يا رجاله. ولا كلمة. يرضيك يا محمود بيه علشان نيجي نقابلك أو نقابل راجي بيه؟ الأمن يمنعنا
وعايز يتعارك معانا؟ لو سمحتم اختاروا مجموعة منكم تكلمني، أنا جاي النهاردة مخصوص عشان أتكلم معاكم. حامد بدير ابعد الأمن عن العمال، إياك حد يقرب منهم. ممكن تشرب وتهدي نفسك شوية؟ هذا ازاي بس؟ محمود جاب نفسه لحد الشركة، يعني بعد المدة دي كلها يجي يلاقي العك ده كله؟ اديك قلتها، هو بقاله سنين ما يعرفش حاجة عن الشركة. انت المدير الحقيقي هنا، تعال. انت لازم تكون اهدى من كده شوية. محمود اذكى بكتير من انه يقف مع العمال ضدك. محدش يعرف حاجة عن الشركة دي غيرك.